جفاء طويل السيد الصدر سوف يستقبل العامري والبارزاني والحلبوسي في قراءة سريعة لهذا المشهد. تعتقد أن هذه مرونة قد أبداها الصدر لحلحلة الأزمة، أم أن السيد الصدر يريد من خلال هذا اللقاء تأكيدا على مطالبه السابقة؟ يعني أكو قضيتين ظاهرة الحقيقة، وتعرف جنابك احنا نتحدث بصراحة، وصراحة لها معطيات، مو مثل ما تفضلت جنابك أبواق تمرر فكرة. أكو قضيتين، الظاهر أنه السيد الصدر خسر في جولتين ظاهرا، وهي والثالثة طبعا في طريقها لم تكشف. الأولى هو انسحابه من البرلمان، انسحب كتلته. الثانية ما حصل في الخضراء، تتذكر جنابك احنا في حلقة سابقة ناشدنا قلنا له احسم الأمر، لكن ذهب باتجاه خاطئ. كان الحسم يعني عبثي وليس حسما كما كنا نريد، يعني سيستماتيك منظم، أن تكون هنالك إدارة للمرحلة الانتقالية بقيادة ضابط وموظف بعنوان رئيس وزراء. نعم. اللي حصل هو هجوم أتباعه على المقار الحكومية ووجهه بالسلاح وصارت خسائر. احنا طبعا نرفض كل خسائر، يعني وحتى من المجرمين، لان احنا نريد ان نحاكم المجرمين، لا نريد ان نقتلهم في الشوارع، نريد ان نؤسس دولة قانون اساء حقيقي. هاي الخسارة الثانية. الخسارة الثالثة الحقيقة ما اشيع من ان حلفاء اللي هم يمثلون السيد البارزاني والحلبوسي بداوا يذهبوا باتجاه الاطار لتكملة جلسات البرلمان والمسار الدستوري. هذه الثلاث خسائر لأي سياسي مهما يكون وزنه أو حجمه الشعبي أو تأييده الجماهيري لابد أن يضعها في الحسابات، وأعتقد أنت تتفق معي. لأنه هنا إذا لم يلتفت لهذه الخسائر سوف يكون محشورا في زاوية. وهؤلاء القوم من الإطاريين الذين امتازوا أغلبهم، وأغلبهم أقول كلهم امتازوا بالغدر، حينما يتمكنوا منه سوف يغدروا به. وهذه هي الحقيقة الماثلة منذ أكتوبر من العام الماضي، أنا تحدثت بها ويا جنابك ويا كثير من الإعلام، أنه الطرفين وصلوا للانقسام الطولي، لا يمكن إعادة لم هذا الجسد الممزق. نعم. وأقصد هنا السياسي وليس الشعبي. هذا هو التصور الحالي. الخفي يعني الوجهة الثانية للقراءة جنابك اللي سألت عنها، هسه تحدثنا عن الوجهة الظاهرية. أيه. اللي هي قراءة جرائد الحدث وتتناول الأخبار. القراءة العميقة هنالك التزامات عميقة جدا لكل الأطراف، ودعني أسميها بكل صراحة، بكل صراحة سوف أسميها، هذا ليس اتهام. الإطار هو ليس ملتزم مع إيران، لأن إيران ترى نفسها أكبر من أن تلتزم مع الإطار، هو تابع لها وينفذ أوامرها. وشيئا فشيئا عندما أتحدث على المستوى الدولي سوف أربط لك ما يحصل العلاقة ما بين الإطار وإيران. الصدر الحقيقة لديه التزامات مع المحيط العربي، وتحديدا مع العربية السعودية الإمارات التي دعمته بشكل كبير، والتزاماته مع الكاظمي، والتزاماته مع حلفائه من الفارتي والحلبوسي. هذه التزامات قائمة صح لهم صح. وأكو التزام لم يشر له أحد، هو التزامه مع جمهوره والتزامه مع الشعب العراقي، لم نلتمسه لحد هذه اللحظة. ما هي طبيعة الالتزام المقدم؟ جمهوره مطيع، تدري جنابك، يعني ما يناقش، يعني شلون شغلة قبل نفذ ثم ناقش، هذول حتى نفذ ولا تناقش حقيقة جمهوره بهذا المستوى. نعم. هاي ليس إساءة لهم، هذه صفة ممتازة للسيد الصدر، أنه لديه جمهور يقدر بعشرات الألوف مطيعا له، لا يناقشه، لا يرد له طرفة عين. ولكن نعم. التزامه مع الشعب العراقي لم يوضح. هذه الالتزامات الحقيقة تفرض الآن واقعا جديدا في العراق. هنالك تصورين، التصور الأول اللي الروس رافضيه لكن الصين مؤيدين له وإيران، أنه ننظم هاي الميليشيات كقوة دفاعية، تعرف كيف، تحت أمرة هذا التحالف في مواجهة الغرب وأمريكا. والروس يقولون لا، نحول المؤسسات العسكرية والأمنية اللي موجودة في سوريا والعراق إلى مؤسسات مرتبطة بالتسليح وبالنظم العسكرية الروسية والصينية. لاحظ كيف هذه التحولات سوف تحسم الجدل في العراق القائم، اللي هو ده نتحدث فيه عن حكومة وبرلمان، القصة أبعد من ذلك أستاذ نجيب. ولذلك الصدر ما عنده طريق آخر الحقيقة حتى يلملم جراحة، لأنه هو أصيب بجراح خصوصا فيما حصل في الخضراء، هو اشتكى من أصحابه. يعني هسه والله يا أبو علي أنت